كل من دعا امرأة وكلمها خارج حدود الزوجية وخارج حدود معرفة أهلها ودغدغ مشاعرها وأفرغ عليها العواطف الكاذبة والهدايا الخائنة، وكل ذلك ليذوق ما ذاق، ويل لك، يعذبك الله في الدنيا قبل الآخرة. يقول لي أحدهم: يا شيخ، كنت أضحك على البنات وكلم بنات ورقم بنات وأضحك عليهم 10-20 وأطلعهم نشرب كابتشينو موكا ثم ألف في مكان وأسرق عرضها حتى تزوجت. ما تزوج ولا واحدة، لأن أنا كذاب، واللي يدعي أنه سيتزوج عبر الخيانة كاذب. قال: فابتلاني الله بعد الزواج بالوسواس، تزوجت 6 مرات عفيفات ويذبحني الشك أنها تخونني فطلقتهن جميعا. وأنا اليوم أعيش واحد تائب لكن في عذاب، عذبني الله. يا رب لطفك، يا رب لطفك، يا رب لطفك، يا رب لطفك، يا الله يا كريم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.